تعرضت سيارة النجم المغربي حكيم زيش لحادثة سير اليوم الأحد في العاصمة الهولندية أمستردام، أسفرت عن خسائر مادية فقط. ووفق ما ذكره موقع FC بدلت الهولندي، فإن سيارة زيش تعرضت لحادثة سير في أحد شوارع أمستردام بسيارته رولز رويس عند الساعة 6 بتوقيت هولندا، وتابع أن الحادثة وقعت عبر اصطدام سيارة الدولي المغربي بأخرى جرى إلقاء القبض على سائقها من أجل تحقيق وتحديد الأسباب التي أسفرت عن الواقعة. وأشار الموقع إلى أن الحادثة لم تسفر عن أي خسائر جسدية، بيد أنها تسببت في خسائر مادية شملت بعض الدرجات الهوائية التي كانت مركونة قبل أن يتم نقل سيارة اللاعب المغربي عبر شاحنة مخصصة للغرض. ولم يوضح المصدر ما إن كان المغربي هو سائقها أو أحد مقربيه، مكتفيا بنقل الواقعة دون الإفصاح عن تفاصيل أدق.